يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا زنى الرجل المحصن أو المرأة المحصنة فهل له أن يسلم نفسه للقاضي ليقيم عليه الحد كما فعل ذلك الصحابي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكفيه التوبة بينه وبين الله؟ الأفضل له أن يتوب إلى الله ويستر نفسه، هذا هو الأفضل له، ولا يسلم نفسه للقاضي. وما فعله ماعز رضي الله عنه وما فعلته الغامدية هذا إنما هو من أجل صدق التوبة، صدق التوبة منهما، وما فعل هذا من باب صدق التوبة إلى الله عز وجل. لكن لو ستر على أنفسهما لكان خيرا. نعم.